سيدنا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم وعشر مبروك ان شاء الله تدخل لكم باش ما تمنيتو بالصحه والعافيه والمغفره والتوبه والعتق من النار ان شاء الله. كيف ما تشوفوا اليوم، حنا اليوم غادي نبدلو شويه الروتين، ما نبقاوش في هذوك لي جو ديال المغامرات ولافونتير والاوبن وورلد الى اخره. اليوم غنحاولوا نشوفوا ان جو ديال لوطوموبيل، ان جو اللي معروف، سيري اللي ولات معروفه سيرتو من مورا الاصدار الاخراني ديالها ديال العام اللي فات، اللي هو غريد 2، اللي كان فعلا ناجح بزاف لواحد الدرجه كبيره، لانه جوه اللي تجمع ما بين السيمولاسيون، يعني كيحاول انه يعاود يروبرودوي لي ميم ميكانيك والفيزيك ديال السيارات في الواقع في العالم الفيرتوال، وتيخليك انك تعيش نفس التجربه الى اقصى حد ممكن. وفي نفس الوقت فهو تيعطيك واحد التجربه اللي هي اركاد كيف ما تنقولوا، يعني فيها المنافسه، فيها هذاك لاغريسيفيتي، فيها هذاك لو ديفي، فيها هذاك لاصو على يعني كتهجم على لي زادفيرسير ديالك، تحاول دير لهم ان تيك داون، تخرجهم من الحاله باش الى اخره. فبالتالي جوه اللي تجمع بزاف ديال العناصر فيه. الاصدار ديال هذا العام غريد اوتو سبورت حاولت كود ماستر، اللي هي معروفه انها من الرواد في الصناعه ديال الجوه اللي تهتموا بالرياضه ديال السيارات، حاولت انها تعطي واحد طابع جديد، واحد الشكل جديد ديال المنافسه اللي حنا غنحاولوا نشوفوه. كتشوفوا انني ديجا درت واحد جوج ديال لي بارتي فقط باش نعرف الجو كيفاش تيمشي الى اخره، البروغريسيون فصل الجو كيفاش كتمشي، والانواع المختلفه ديال لي كاتيجوري اللي كاينين فيه. لاننا غادي نشوفوا كيف ما غادي نشوفوا فاش غادي نبداو دابا لو جو ديالنا، غادي نشوفوا انه كاينين بزاف ديال لي كاتيجوري، اربعه ديال لي كاتيجوري تقريبا اولا خمسه اللي خصك تسابق فيهم واللي خصك تميتريزيهم باش يلاه كديبلوكي واحد لي سيري اللي كبار اللي هما اللي تسموا الجريد سيريز. اذا على بركه الله نحاولوا نبداو لا بارتي جديده ديالنا باش تشوفوا كيفاش الجو كيفاش تدخل فيه. بالنسبه لسميتو بالنسبه لهاد لو جو، الناس اللي مولفين على لي جو ديال السيارات اللي هما اركاد بيور بحال شكل نيد فور سبيد اولا غيره، بيرن اوت بارادايز ولا غيره، غادي يلقاو شويه صعوبه فيه، لانه هنا خصك تحترم سميتو الميكانيك ديال لي فواتور، يعني ما يمكنش لك ما عدا الا درتي الفاسيل، سينو خصك تحترم لا ميكانيك ديال الفواتور، ما خصكش تبدا تساطح فاش ما كان، لانه اون فوا غادي تبدا تساطح تيبداو يمشيو لك دي بارتي ديال الفواتور. وهادي من الحوايج اللي زادوهم كود ماستر واللي غادي نحاولوا نتكلموا عليهم، لانهم حسنوا شويه داك الهود، يعني لافيشاج ديال لي فونكسيون اللي تيكون عندك في وسط ليكرون، حسنوا في مجموعه ديال الحوايج اللي تعطيك معلومات على الفواتور ديالك، وداروا حتى دي راكورسي في لا مانيت اللي تيخليوك انك تعرف الوضعيه ديالك في السباق، تعرف الكو ايكيبي ديالك يعني اللي تيسوق الطوموبيله معاك، وهذه من الحوايج الجديده فين واصل هو، تيعطيوك عاوتاني المنافس ديالك الرئيسي اللي خاصك تكون فيه فين واصل حتى هو، وتيعطيك الحاله ديال الفواتور ديالك فين كاين. كيف ما تشوفوا قدامكم هنا تيبان لكم الديتاي ديال الجرافيزم كيفاش داير، شي حاجه اللي واعره بزاف. وهذا السباق الاولاني فهو فقط غير تجريبي باش كتعرف شنو اللي تيتسناك في المستقبل. اذا كتشوفوا هذا سباق اللي كيبان لكم ديجا انه ديال تورين، يعني سيارات ديال تورين اللي موديفي باش تكون في السباق. هنا كتشوفوا عندنا الاودي غالبا غتكون اودي 6 او لا غالبا جو بونس اودي 6 هذي. بون هنا نجربوا لا فونكسيون اللي معروفه اللي ولات جديده اللي هي ديال فلاش باك، يعني فاش كدير اون ايغور ممكن انك ترجع للور باش يلاه تصحها، خاصك تحاول شويه تكون اغريسيف في لي بحال هكا في لي سميتو في لي كورنير باش يلاه تاخد اون بلاص، سينو صعاب بزاف، لان قلت لكم ان جو دو سيمولاسيون وسميتو لانتيليجونس ارتيفيسيال طالعه بزاف، قليل فين تيديرو دي زيرور، وفاش تيديرو دي زيرور تيصححهم في ساعه ماشي بحال هكا، يدير لك خاصك تحاول ما امكن تمينيميزي لي زيرور ديالك، تحاول تكون بريسي بزاف في الصوبان ديالك، سينو ما غاديش تشدهم. جربنا الفلاش باك، جربناه صافي. بون فوالا كتشوفوا انك تستغل الاخطاء ديالهم حتى هما باش يلاه انت تستافد.
سينو حاجه اخرى دائما ترد البال لهذوك لي بارير اللي تيكونوا في الشمس اللي فيهم شحال بقى لك من متر على 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 الدوره كتشوفوا هو دار انيرو خاصك تستغلها وتاخذ حتى انت البلاصه ديالته. فوالا هنا في هذا السباق الاولاني تيكون عندك العدد ديال لي فلاش باك ايليميتي سينو من بعد ما تيبقاش ايليميتي حسب الدوغري ديفيكولتي. الا كنتي مدير نورمال تيكون عندك خمسة، الا كنتي مدير ديفيسيل تيبقاو عندك ثلاثة ديال الفلاش باك. درتي طري ديفيسيل ما تيبقى عندك حتى شي فلاش باك، يعني هذاك الشيء غيال الا زبرتيها منك راسك. حاول تصلح الخطا ديال مشات لك لاكورس دير ريكومونسي ولا شو شنو دير. سينو بالنسبه لهاد جريد هذا فهو حاولوا ياخذوا فيه بزاف ديال الحوايج من الواقع، يعني شت 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 بون مزيان حنا استفدنا. قلت لكم حاولوا ياخذوا منه بزاف ديال الحوايج من الواقع، مثلا شي حوايج اللي جو بونس الناس اللي فيتين لاعبين دبليو ار سي غادي يكونوا عارفينهم، اللي هما لو ستيل ديال انه السيل ديال انه انت عندك الشاش، السيل ديال انه عندك انت بحال لي سميتو شيفور اللي جديد، باش نهضرو بالدارجه بلا ما نبداو نهضرو فرونسي، ان كونديكتور اللي جديد اولا شيفور اللي جديد، واللي دخلتي لعند العالم ديال السباقات وبالتالي فانت كتحاول تبروفي ولا تحاول تثبت لي كاباسيتي ديالك بشويه بشويه، وبالتالي فلي فيرم اولا الشركات اللي في الاول غادي يقدموا لك عروض غادي يكونوا شركات صغار اللي ما عندهمش سيارات اللي واعرين بزاف، ماشي بحال في الاخر اللي فاش كتكون وصلتي لواحد الدوغري ديال لي كاباسيتي وديال لي سكيلز وجمعتي بزاف ديال ليكسبي وخديتي سباقات كتبداو شي تقدموا لك شركات اللي احسن واللي عندهم سيارات اللي غادي يشبعوا هذاك اولا كيف ما تقول لك غادي يوفروا هذوك لي زيكزيجونس ديالهم. تشوفوا ان الطوموبيلات صعاب بزاف في سميتو في التحكم ديالهم، خاصك تحاول تكون طري بريسي ومش تبداش تزرب اون فوا تبدا تزرب تبدا تزرب، لانك تبدا تلعب بهذاك لو ستيل اركاد اللي حنا ولفنا عليه يا ربي تسمح ليهم من كارفسونا علمونا ستيل اركاد المريض. بار كونتر سميتو لا سيمولاسيون ما كاين ما احلى منها، لانك تتمتع فيها وتعرف كتعرف هذاك السبور ديال السيارات الفري كيفاش يدوز. سينو باش نكملوا الهضره على الحوايج اللي جداد قلنا انه تتكون دائما اون فيرم اللي تتقدم لك العرض ديالها في الاول، ماشي وحده تيكونوا بزاف ديال العروض، وانت خصك تختار اللي ملائم لهذاك السباقات اللي غتدخل ليهم. كل فيرم تيكونوا عندها دي زوبجيكتيف، مثلا انت تقول لك اسيدي انا بغيتك خاصك تجي ليا خاصك تجي في الترتيب النهائي، خاصك تجي في الرتبه الثانيه او الثالثه، ومثلا في الترتيب ديال لي زيكيب لانه دائما تيكون معك متسابقين اخرين اللي من ليكيب ديالك خاصهم في الترتيب ديال ليكيب يكونوا مثلا هما الرابعين او الخامسين. هادشي كامل خصك تاخذي بعين الاعتبار في السباق ديالك، لانه غادي يبداو يوليو عندك دي كوموند اللي كتعطيهم لهذاك الكو ايكيبي ديالك. مثلا الا كان في بلاصه مزيانه تقول ليه كون ديفونسيف، يعني حافظ غير على البوزيسيون ديالك لان مزيانه لنا في الترتيب العام. الا كان هابط بزاف معطل بزاف كتقول ليه اودي اتاكي حاول تطلع شويه في الترتيب، لانه حنا مثلا فيزين واحد فيزين واحد الرتب معين. هنا جريد دارت حاجه زوينه لان دخلت التاكتيك للعالم ديال السيارات، لانه فعلا كاين تاكتيك في العالم ديال السيارات، لانه ماشي غير كيجيو الناس كيركبوا في الطوموبيلات كيبقاو يتسابقوا سبقني سبقك الى اخره، من كاين تاكتيك ديال لي زيكيب وكاين كورديناسيون اللي تكون خدامه. انت طلع انت خاصك تجي في هذه البوزيسيون او موان، انت خاصك تجي في هذه البوزيسيون او موان على حسب على حسب هذوك الامكانيات ديال الفريق، لانه ماشي كاع الفرق عندها الامكانيات الماديه باش يلاه دير سيارات اللي واعرين بزاف. لذلك فخاصك تستعمل هذا التاكتيك ديكيب باش يلاه تحاول تجيب لي زوبجيكتيف اللي مطلوبين منك في الاخر ديال العام. اذا نحاولوا نكشفوا السميه ديالتنا باش يلاه نبداو اول سيزون ديالتنا وتشوفوا هذاك الشيء فعليا كيفاش يبان. اذا نكتب سميتي طن طن
بالنسبه للمزيكا اللي مستعمله في لو جو الى جاين بالجرافيك شي حاجه اللي خطيره بزاف، انا نحاول نسكت شويه وانا تنصايف لي بارامتر باش نخليكم تصنتوا. المغرب ما كاينش اللي كنحاولوا ناخذوا شي دوله زوينه، ناخذوا الامارات عريب بن، ناخذوا عريب بن ديالنا. سو اذا نشوفوا شنو لو سيغنون اللي غادي يعيطوا به علينا، لانه لي نوم ما غاديش تلقى سميتك بطبيعه الحال لانها عربيه. كيفاش غادي نشوفوا لا بومبا. يلا سيدي على بركه شي. اذا فجو سي با ما عرفتش واش تكلمت على جميع المسائل، مي بون هنا غادي تشوف اول حاجه تيعطيوها لك، هي لي بارامتر اللي غادي تبدا بهم لو جو ديالك. واللي غادي تشوفوه دابا فاش غادي نهبط لتحت انه فاش غادي تبدل، واش غتبدل مثلا لي ديغا، شوفوا لي ديغا الا كانوا ديغا كومبلي غتزيدك 8% في البورسونتاج في لي زيكس بي، يعني في التجربه اللي تاخذها من مورا كل سباق باش توصل لنيفو القداميين. الى حيت غير فيزيوال تمشي لك الاكس بي، تشوفوا البونيس ديكس بي في جيم مشى ولا صفر. لذلك فهنا تي حاولوا يدخلوا هما هذه المساله هذه باش يلا تخليك تلعب لو جو كيف ما خاصو يتلعب، يعني تمشي تقلب على انك تلعبيه بلي ديكا كومبلي، تلعبيه بالديفيسيل، تلعبيه فهمتي، تلعبيه بحوايج اللي تخليك تاخذ الاكس بي رابيدمون واخا تكون عندك ديفيكولتي في وسط لو جو. مثلا في الديفيكولتي ديال لانتيليجونس ارتيفيسيل ديال الذكاء الاصطناعي ديال المتسابقين اللي معاك، الا درتها ديفيسيل غتولي تزيدني 12% في البورسونتاج ديال ليكسبيريونس في الاخر. كذلك بالنسبه لي فلاش باك الا حيدتهم فوالا كنبدا نقص منه كيبدا يطلع لي البورسونتاج ديال ليكسبيريونس اللي ناخذ فوالا تشوف. اذا فوالا حنا ما غنتوشيو حتى شي حاجه، غنخليو هادشي في النورمال يعني في العادي باش يلاه نشوفوا لو جو كيفاش يبان في العادي، ونحاولوا نمشيو نبداو اول سباق ديالنا. tu choisis la discipline dans laquelle tu souhaites concourir parmi les 5 disponibles. Pour le moment, les championnats grid sont verrouillés, mais si tu progresses suffisamment dans les autres disciplines, tu finiras par y avoir accès. اذا كيف سمعتوا هاد تقول، فالهدف من هادشي كامل هو هاد الجريد سيريز اللي خاصك تدخل لهم. الجريد اشنو العمليه اللي حاولوا يديروا اولا كود ماستر المطورين اشنو حاولوا يديروا هاد العام، هما انهم حاولوا يخليوا هاد لي سيري جريد بحالاش بحال واحد سميتو واحد العصبه ديال لي ليجوند، يعني اللي تيكونوا فيها الناس الواعرين اللي ما يمكنش لك توصل لها الا بواحد النيفو معين في كل كاتيجوري من لي كاتيجوري ديال السباقات اللي عندك هنايا. هضر خمسه لي كاتيجوري، انا غنقول لكم كل كاتيجوري اشنو فيها. الكاتيجوري ديال ستريت فيها السيارات العاديه اللي تشوفوهم عاديين في السيركيلاسيون في الطريق، ولكن بريبارين للسباقات ديال الزنقه، يعني ماشي ديك البريباراسيون بروفيسيونيل كاع، ولكن بريباراسيون ديال الزنقه يعني عاديه، داك التونينغ العادي. بالنسبه للتونر، التونر هذا شنو غتلقى فيه؟ غتلقى فيه جوج ديال السو كاتيجوري، غتلقى فيه الماسل ديال الميريكان اللي هما معروفين شنو هما دوك الموستانغ، هما دوك الشيفروليات الكامارو الى اخره، هذوك لي بوليد الكبار اللي تقال بزاف اللي صعب بزاف في التحكم ديالهم لانهم تيديرابيو بزاف. زائد اشنو اخر؟ زائد الامبورت شنو هو الامبورت؟ هما السيارات اليابانيه، يعني عندك الهيونداي، الهوندا، السوبارو الى اخره. واللي بالضبط اشنو هو الديسيبلين ديالهم؟ هي الدريفت اللي تخدموا فيها. اذا هنا عندك جوج ديال لي كاتيجوري اللي كتلعب فيهم في التونر، عندك الدريفت اللي تيخدموا فيه الامبورت يعني ديال جابان، وعندك الماسل اللي تيديروا اغلبيه تيديروا كونتر لا مونتر. بالنسبه للاوبن ويل، اوبن ويل شنو هما؟ الاوبن ويل هما الكاتيجوري ديال فورمولا 1، يعني سميتو سيت واحد، يعني كرسي واحد تيكون فيه واحد، تيكون سياره مفتوحه وتيكونوا فيه هذيك اللي كاتيجوري، يعني فورمولا سي، فورمولا الى اخره، دوك الرباعه ديال الفورمولات اللي كاينين. ما علينا. بالنسبه للاونديرونس، الاونديرونس السيارات اللي بريباري باش الله تكوري واحد المده طويله، واللي كتوصل غالبا اللي كتبدا بها بعدا في النيفو الاولين هي 8 دقائق. 8 دقائق اشنو هما الحوايج اللي خاصك تركز عليهم؟ خاصك تركز عليهم انك دير سباق بلا فوت، تعرف وقتاش تهجم، يعني وقتاش تحاول تطلع في
الكلاسمون وقتاش تحافظ على الكلاسمون ديالك. ولكن اهم حاجه هو انك تحافظ على السياره ديالك انطاكت، لانه الرويد عندهم 100% باش كتبدا وكيبداو تيتكالوا. قد ما كنتي كدير لي فونت، قد ما كنتي كديرابي، قد ما كنتي كتخرج على الطريق، قد ما تيتكالوا لك الرويد بزاف، وبالتالي ما غاديش تكمل السباق ديالك. لانه السياره الا مشى ليها الكولون مثلا ديال الكيدون بدوك التساطيحات القشير ومشاو لك الرويد، ما غاديش دير والو، خرج من السباق ابوندون. بعد نجيو لتورين بحال السيل تقريبا اللي كنا لاعبين فيه، هما سيارات سياحيه العاديه ولكن بريباري باش يمشيو في دي سيركوي اللي فيرمي واللي ديال سباقات بروفيسيونيل. اذا نحاولوا نشوفوا اشنو هي اللي ندخلوا لها. ندخلوا نشوفوا مثلا الاوبن ويل، مثلا نشوفوا الاوبن ويل نحاولوا نبداو. دي مونوبلاس il est vital de bien maîtriser l'adhérence des bolides légers et très rapides que tu pilotes. Les qualifications confèrent un énorme avantage, car lorsque plusieurs courses sont organisées au même endroit, le résultat des qualifications est pris en compte pour toutes les épreuves. Dans ces courses à vive allure, il faut éviter les contacts à tout prix et profiter de l'aspiration de tes rivaux pour leur mettre la pression. Ces championnats sont ceux auxquels tu as la possibilité de t'inscrire. Si tu t'inscris pour une saison entière, tu devras disputer davantage de courses. Mais cela te permettra de gagner plus d'XP dans la discipline que tu as choisi. اذا كيف ما تشوفوا هذا هو التقديم مبسط كتشرح لك فيه اشنا هما الاوبن ويل. Position que tu as reçu. Une fois que tu as choisi une écurie, tu restes avec elle jusqu'au terme de la saison. La cible d'équipe est l'objectif qu'il te faut atteindre pour remplir ton contrat, ce qui te permettra d'avoir de meilleures offres pour la saison suivante. Si tu atteins le bonus d'équipe, tu gagneras encore plus d'XP et tu recevras des offres plus lucratives. اذا فوالا يعاود شرحت لكم هذاك الشيء اللي كنت تكلمت عليه. فوالا هنا عندنا في البديه عندنا جوج ديال لي زوفر، عندنا رازر وعندنا انتل. رازر ممكن كافيناش لي بي سي داخله حتى سميتو الموند ديال الطوموبيلات، وانتل حتى هي سكيفين ناخذوا انتل مادام عندنا بروسيسور انتل. اتودي بيان لا سيزون ا فينير بور فير تون شوا ان كونيسونس دو كوز. اذا فوالا كتشوفوا شنو هما السيارات اللي عندك هنايا واشنو هما لي زوبجيكتيف سيكوندير اللي عندك في سميتو. كتشوف الكوكيبي ديالك كيفاش مدير، لانه ممكن انك تبني القرار ديال الشوا ديال ليكيب اللي غادي تخدم معاهم او اللي غادي تسيني معاهم على هذا الاساس. واش الكوكيبي واش فيه ما يدار ولا لا، الا كان عيان ما عندي ما ندير به. نقد انا من سميتو من عزلش هاد ليكيب كامله، او لا مثلا الا كانوا طوموبيلات اللي مثلا اللي واخداهم هذيك الشركه ما عجبنيش انا. بون في هاد الحاله هنا عندنا ما عندناش مشكل. علاش؟ لانه نفس لا كاتيجوري في الفورمولا تستعملوا نفس السيارات ايدونتيك، ممكن كاينين تحسينات لداخل في الموطور ولكن نفس لو موديل. اذا حنا قلنا غناخذوا انتل، اذا نمشيو ناخذوا انتل ونتحركوا للقدام. بون كيف ما قلت لكم فكود ماستر حاولوا انهم يخليوا السباقات ديالهم ما امكن قراب بزاف للواقع. يعني حاولوا هم هذا العام يمشيو بلوس في هذا الاصدار ديال جريد اوتو سبورت، حاولوا يمشيو بلوس فير سميتو، يعني يتجهوا بزاف لا سيمولاسيون اكثر من انهم يبقاو في الاركاد وهذوك السباقات اللي مفتوحين اللي كنا نشوفوهم في جريد 2. لذلك في هذا العام دائما عندك قبل من السباق عندك ممكن انك دير لي زيسي في هذوك لي باركور، ممكن انك دير لي كاليفيكاسيون باش كدير لا بلاص ديالك في السباق. لذلك فاحنا غنحاولوا نديروا جوج سباقات كما ينبغي فقط باش تشوفوا، ومن بعد نساليوا لا فيديو ديالنا، لانه هذا الفيديو هي ماشي ريفيو، لانني انا شخصيا ما كنعتبرش راسي كوف باش ندير ريفيو لاي جو، لانني ما عنديش لا لي كاباسيتي تكنيك ولا انتيليكتويال اللي جو. هذا قناعه ديالتي الشخصيه، انا فقط كنحاول ان انترودوي لكم جو، يعني نقدم لكم لو جو باش الناس اللي مثلا ما عارفينش هذا لو جو كيفاش داير يعرفوا هذوك الخصائص اللي كاينين فيه باش يلاه الى عجبهم يلعبوا. اذا نحاولوا نشوفوا الاسيو، دائما حاول تتابع هذه الخطوات لانهم مزيانين لك. حاول دائما تكتشف الباركور اللي غادي تلعب فيه، ودائما حاول دير لي كاليفيكاسيون لانهم غاديين، لانك الا كنتي تجيب اون بون بلاص في الكاليفيكاسيون راه غادي تنطلق مزيان وغادي تفيدك، لانكم شفتوا
لانكم شفتوا مثلا في سميتو في السباق اللي فات فاش ما كانتش لي كاليفيكاسيون وانطلقش من وسط سميتو من وسط البلوطون صعيبه بزاف باش تحسن الترتيب ديالك سورتو ان الانتيليجونس ارتيفيسيال قاصحه بزاف لذلك فغادي يكون من الاحسن انك دير لي كاليفيكاسيون وتجيب على الاقل واحد لا بوزيسيون مثلا 5يام او لا 4يام او لا 3يام علاش لا تجيب انت احسن توقيت في الكاليفيكاسيون وتنطلق انت الاول دونك ديك الساعه الا درتي سباق سون فوت غادي تمشي مزيان لذلك فا جو بونس حنا دابا درنا ان سي عرفنا لو سيركو كيفاش داير غنديرو ستار وغنمشيو نديرو روتورني او بادوك باش يلاه نديرو الكاليفيكاسيون ديالنا فوالا هاد لو بادوك بحال بغيتي تقول هو الطابلو دبور ديالك اذا نمشيو نديرو كاليفيكاسيون كيدور كيكونوا فيها 3 تور 3 دورات بلا ركوموز يعني ما عندكش الحق تركوموز كدير هادوك 3 دورات باش كتحدد فين غادي تنطلق انت في السباق اذا نحاولوا ناخذوا احسن توقيت ممكن اللي نقدروا نوصلوا ليه هاد لي فواتور ديال سميتو الاوبن ويل يعني اللي مفتوحين تيكونوا صعاب في الدورات لذلك خاصك تهبط لا فيتيس لاقصى حد ممكن باش يلاه الدور مزيان لان الا ديرابيت مشات خاصك تخليها ديرابي واصلا هي باش هي اصلا باش ديرابي صعيب لانه سميتو لانه عندها لاديرونس طالعه بزاف كثار من السيارات العاديه فوالا خاصك دير الدوره بحالك خاصك تهبط لا فيتيس بزاف والدور مزيان وانا غنحاول نسكت شويه باش نركز لانني فاش كنكون داوي ما تنركزش مزيان وغنحاول نبدل لكم شويه لا فيزيون ديال الكاميرا باش تشوفوا لي كاميرا اللي كاينين سيرتو هذه الكاميرا اللي زوينه بون ماشي كلشي مولف يلعب بها ولكن هذه اكثر واقعيه لانك تحس فعلا انك تتسابق وشخصيا انا كنت هذه كنجيب توقيتها احسن من الاخرى كنشوفوا انه التوقيت اللي خاصنا نجيبوه الا بغينا نتكلاصاو مزيان هو 1.19 جزء من المئة جو بونس ما حاش غادي نجيبو لان عندنا ديك هذاك العلامة تاع السهم حمر هابط تحت يعني التوقيت ما كانش مزيان حاولوا ما امكن نجيبوه هي ديجا لطلعنا حنا الثالثين راه مخيره ولكن نحاولوا نلعبوا على الاولى علاش لا الا بدينا نجيبوها شت 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 اش درتش لحد الساعة غادي مزيان ممكن اننا نجيبو يلا 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 شيت جبناش شحال ديال الفرق هما جابوا دقيقة 919 يعني هو حسن الدورة ديالته اذا
حنا غادي نحاولوا نديروا هاد لي دو كورس هادو باش يلاه نساليو ان شاء الله هاد لا فيديو ديالتنا. بالنسبه لهاد لي دو كورس لانهم متابعين فالكاليفيكاسيون ديال التشكيل اللي درتها الاولى كتحكم عليهم بجوج، في حين انه الا كانت غادي تشونج لو سيركوي فتتعاود لا كاليفيكاسيون تكون كاليفيكاسيون اخرى الى اخره. كيبان لكم ان في الجنب لتحت كيبان لكم الكو اوكيبي هو ال 15، انا غادي نطلب منه اتاكي باش الله نحسنوا الترتيب ديالنا. شيت شكون هذا اللي توشاني ولا حرام؟ كتشوفوا انهم تما اغريسيف، شوه ضربني. هاد الفورمولا ليكيليبر ديالهم شويه صعيب بزاف، لذلك خاصك تحاول ما امكن ما تشوشيش ما تدخلش في لي كونتاكت، لان لي كونتاكت اكثر سيرتو الا ما كانوش محسوبين. هاني 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 ومزربنا عليه. الا قلت لكم الكونتاكت الا ما كانش محسوب تتمشي لك انت، كتمشي لك انت الفواتور كيمشي ليكيليبر ديالها وانت اللي تتحنسر. اجي اجي انت اجي انت، فين غادي يهربوا؟ اجي اجي اجي، شد 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 شد، غنجيبو ان شاء الله، غنجيبو ان شاء الله شي دوره، لانه هذا هو هذا هو هذا هو الفري كورس، هو فاش كتكون عندك اشنو اللي تيحكم في شكون اللي غادي ينجح، هو الدورات كيفاش كديرهم، يعني السكيل، يعني التقنيه ديالتك والطاكتيك ديالتك في وسط السباق، ماشي هذيك كتبقى مورك عافط على لاكسيليغاتور وضربتي في حيطه هانيه ترجع للاكورس، ضربتي في حجره هانيه، هذاك الشيء ماشي معقول. كتشوفوا اننا غاديين مزيانين، فوالا فوالا حنا قربنا نجيبوه. اجي اجي اجي، اجبونس ان شاء الله الفيراج الجاي نجيبوه، غادي ناخذو من غناخذو من الداخل انايا. فوالا احنا جبناه، شحال قاتنا من دورة؟ عندنا جوج او لا، فوالا جوج، بقاو لنا جوج دورات. خاصنا دابا نحاولوا نديروا السباق ديالنا بلا خطا باش يلاه ان شاء الله نحافظوا على الرتبه ديالتنا ونحاولوا نكروزيو ام تي بو ليكار مع هذا اللي تابعنا. دائما في لي كورنير اللي كنتي كتاخذهم من سميتو من الزاويه الضيقه كتستافد احسن، لانك ما تخليش الاخر يهجم وياخذ لك سميتو الكورنير ديالك. بالنسبه كيف ما قلت لكم في الاول، فهاد لا فيزيون بدات اولا هاد الكاميرا بدات كتعطيك تكالكولي احسن الدوراج ديالك، في حين انه ديك تشوفها من الفوق تاع التروازيام بيرسون ما تعطيكش مزيان لي كالكول ديال اولا الابعاد ديال الفواتير والابعاد ديال لابيست. دوره شويه عيانه هادي، طيعنا فيها شويه ديال الثواني، ولكن كيف ما تشوفوا فاحنا كنكروزيو ليكار معاه، وهذا هو اهم حاجه، ما نديروش لي زيرو، نحاولوا نديروا اون كورس لي مثاليه، لانه شنو اصعب حاجه هو انك ديطاشا من البلوطون ابري تتبقى خصك غير انت دير الدورات ديالك مزيانين وتحاول تحافظ على السياره ديالك ما فيهاش المشاكل. كيف ما تشوفوا راه في الجنب ديال العداد كاينين واحد المجموعه ديال العلامات اللي هما بحال شكل الطابلو دبور ديال الطوموبيله، فيهم الرويد هما اللي ربعه لتحت، فيهم الكيدون، فيهم الاي بي اس، فاش كتخسر اي حاجه فيهم لي سسبونسيون، فاش اي حاجه كتخسر تعطيك تماك كتشعل وتقول لك راه عندك مشكل في هذيك الحاجه. اذا كيف ما تشوفوا السباق ديال الاول ديالنا جبناه ودي حاجه مزيانه، دابا نحاولوا نجيبوا السباق ديالنا الثاني باش يلاه نحققوا هذوك لي زوبجيكتيف اللي مطلوبين منا في
التعاقد ديالنا مع الشركه، واخا حتى جو بونس حنا ديجا غادي نكونوا غنفوتوهم، غنفوتو التوقعات لانهم مطالبين منا ربما وقيلا غير نكونوا الرابعين ولا الخامسين. هنا فاش كتشوفوا الترتيب ديال لي زيكيب كتشوفوا مسخوط الوالدين ديال الكو ايكيبي ديالي خارج عليا، لانه هذيك هذيك الشركه او هذيك ليكيب هما الاولين فقط لانهم بجوجهم مكلاصين مزيان. اما انا مكلاصي انا الاول، هو مسخوط الوالدين مكلاصي هو 12، فبتيلي شتو خارج عليا نقص لينا 9 ديال النقاط. استغفر الله. اذا نحاولوا نجيبوا هاد السباق تين تيبان لكم في فلاليست واحد سميتو طومي كينغ، هذاك كيكون هو هو الريفال ديالك اللي خصك فاش تربحيه او فاش كتكلاصا احسن منه بشكل اصح. سير 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 فاش كتكلاصا احسن منه فانت كتاخذ دي بوين سوبليمونطير. دور عيان خصنا نحاولوا نصحوا هذا الشيء. كوميم رجعنا اون بوزيسيون باقينا سير لداركم وتلعب سير. نحاولوا نحسنوا الترتيب ديالنا. انا زبلنا في الاول، نطلب من هذاك مسخوط الوالدين يطلع. هاي البوزيسيون الثالثه ديالنا رجعناها، دابا نحاولوا ناتاكيو لي دو بوزيسيون القداميين. فوالا هاي التاني جبناها. إلا قدينا نرجعو الأولى في هاد الدورة راه معجزة. اجي جبونس الدورة الأخرى بعد غادي نشدو. سميتو هاد لي زوطو سبور كيبغيو تشاركيز بزاف. سير تشوف السباق ديال لونديرونس راه ما نعاودش لكم، 8 دقايق وانت عينيك واحدين في ليترو. وسيرتو واحد القضيه نسيت ما قلتهاش لكم، ان السباقات ديال لونديرونس راه تيدوزو في الليل، يعني السباق كامل في الليل، سكيفي تيبغي منك واحد التركيز بزاف. لذلك انا ما بغاش نديرهم في لا فيديو لانه ما غاديش ما خصنيش نهضر في وسط السباق، سينو ما غادي ندير فيه حتى شي حاجه، لانه تيبغيك تركز فعلا مع السباق. ما خصكش دير لي زيرو، اون ايرور وحده تيمشي لك كلشي، لانه دوره وحده الا درتيها ما مزياناش كيمشيو لك الروايد تيتكالو لك الروايد. نحاولوا نجيو قدامو شويه. شحال بقات لينا دوره وحده، نحاولوا نركزوا فيها مزيان. هاد السباق واخا هكاك مدرناش بحال اللي فات، فرانينا معطلين شويه هنا. ولكن صراحه جو اللي مخدوم بزاف، سيرتو الميكانيك ديال لي فواتور مخدومه بزاف، الفيزيكس ديالهم مخدومين بشكل رائع بزاف، كيفاش كيتحركوا السيارات، كيفاش التحكم فيهم الى اخره. وما نعاودش لكم لو انه عندك لا مانيت على شكل سميتو على شكل فولون وداكشي ولي بيدال، راه غادي تمتع. سيرتو الا درتيه مانويل غادي تمتع بحال اللي فعلا تتسوق فواتور ديال السباق. كيف ما قلت لكم جرافيك مخدوم بزاف،
الصوت مخدوم بزاف. بالنسبه للمسابقات ولي كاتيجوري اللي داروا تقسيم جديد، لانهم دائما كانوا في جريد 2 كانوا، فهما تقسيم زوين وخدمه مزيانه. فبالتالي انا تنحتكم على انكم تجربوا، ودائما تحاولوا تجربوا لي جور راسكم. واخا مثلا انا نقول لكم الراي ديالي، فهو من المستحب انك انت تجرب الجو بنفسك، ويكون عندك راي شخصي على اي جو تيكون خارج، لانه في نهايه المطاف لي جو تيبقاو اذواق، لانه ممكن مثلا يكون جو ناقص في الجرافيك ولكن انت لو ستيل ديال اللعب فيه تيعجبك، فبالتالي ممكن انت انك تسامح مع هذاك النقص في الجرافيك وتلعب به. مثلا انا لا، انا مثلا قد نقول لك لا، مادام جرافيك مو ناقص واخا الستيل ديال الجو ديالو مزيان، عيان جو عيان. فبالتالي كتشوف انه كاين هناك فرق في ترتيب الاولويات بالنسبه لكل شخص، لذلك فانت خاصك دائما تحاول تجرب لو جو راسك، ويكون عندك راي شخصي ديالك في لو جو. كتشوفوا هنايا لي زوبجيكتيف سيكوندير حنا اللي حققناهم اللي تزادوا ليكسبيريونس في الاخر. فوالا، هنا فاش كتسالي السباق دائما تزادك ليكسبيريونس. فاش كتسالي هذيك لا سيزون او هذيك لي بروف ككل، فكيكون عندك عاوتاني تكون عندك عاوتاني سميتو واحد العمليه ديال الصوماسيون، او اللي تيحاولوا يجمعوا لك النقاط ديالك ويعطيوهم لك. اذا فكتشوفوا اننا هنا غادي ندخلوا لسباق اخر، لذلك فانا غادي نحبس لا فيديو هنا، لان جو بونس واقيلا وصلت لشي 30 دقيقه تقريبا. نتمنى انه هاد لا بريزونطاسيون او هاد التقديم ديال لو جو يكون عجبكم، ويكون خلاكم انكم تحاولوا تلعبوه. كاينين بزاف ديال الكاتيجوري اللي ضروري غادي تلقى ما بينهم شي وحده اللي غادي تعجبك بزاف. هذا اللي ما تيمنعش انه خاصك تحاول انك تميتريزي كاع لي كاتيجوري، لانه هذوك لي سيري جريد الاخرانيين اللي هما كاينين طروا ديال لي سيري، كاينه سيري جريد سلام، وكاينه التروفي، وكاينه ليجوند، اللي خاصك تميتريزي كل كاتيجوري توصلها للنيفو مثلا 3، خاصك توصل لي كاتيجوري بخمسة للنيفو 3 باش يلاه تحل مثلا سلام، توصلهم كاملين نيفو 6 باش تحل التروفي، وتوصلهم كاملين نيفو 9 باش تحل ليجن. لذلك فهما تيحاولوا يخليوك انك تلعب لي كاتيجوري كاملين. انا قلت لكم بطبيعة الحال غتلقى شي وحده اللي تعجبك بزاف، وبطبيعة الحال غادي تمتع في وسط هذا الجو اللي ما يمكنش ليا نقول عليه الا انه جو اللي واعر، ويمكن انني شخصيا تنقول انه جريد حاليا هو احسن جو ديال لي فواتور في السوق. ما تقريبا ما كاينش احسن منه، بانتظار انا نشوفو الكرو ديال يوبي سوفت كيفاش غادي يكون. واش غيكون حتى هو غير اركاد بحال شكل نيد فور سبيد، اولا غادي يكون بحال هكا سيميلاسيون اي اركاد، غادي نشوفو ان شاء الله. لذلك فنتمنى انكم تكونوا بخير. نعاود نقول لكم ثاني رمضان كريم، واشركم بروكا، تهلاو فوزكم، وملتقى ان شاء الله في الفيديو المجال. السلام عليكم.